صوت العرب من القاهرة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. تاريخنا ماضينا حضارة أثار، صور ملاحم، قصص وانبهار، ما بين الخيال والأساطير، مغامرات غدير وبكير، مغامرات غدير وبكير. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض، هندسة إذاعية محمود صبري، الإخراج سعدي حسين. أنا صعبان علي قوي في جيني، رايحة الوالدة وهي مطمنة وفاكرة أنها مسافرة تحضر فرحها، لكن للأسف هم عايزين يقدموها قربان لأرتميس إلهة الصيد. يا بكير، إفجينيا ووالدتها مسافرين مع قدس والرسول ده وما يعرفوش إنهم كبش فدا للجيش كله علشان يعرفوا يكملوا رحلتهم ويحاربوا طروادة. اسمه أوديسيوس يا نادر، والرسول اسمه ترسوبيس، وكلوتيمينسترا لما لقيته جايب لها جواب من أجاممنون وبيقول لها تعالي انتي وبنتنا إفجينيا علشان تتجوز من أخليوس صدقت على طول. كان لازم تصدق يا هديل، أجاممنون جوزها وهي تثق فيه وما تعرفش حاجة عن اللي بيحصل في الحرب ولا عن اللعنة اللي حلت على جوزها وجيشه. بقول لك يا هدهد، انت وعدتنا تحكي لنا حكاية بلوبوس جد أجاممنون ومينيلاوس، ما تحكيها لنا كده لحد ما نوصل لميناء أوليس. حاضر يا بكير. بعد ما تنتالوس كان دابح ابنه بلوبوس، الآلهة جمعوا جسمه من تاني وصنعوا له كتف عاج بدل اللي ديميتر كلته، ونفخوا الروح في جسده من تاني فرجع للحياة واتدوج ملك بعد والده على مملكة بفلاجونيا، وفضل مملكته سلطان يكبره، لكن اللعنة اللي حلت على والده كانت بتطرده. ازاي يعني يا هدهد اللعنة بتطرده؟ اطرد من مملكته يا نادر، وبعدها لجأ لمنطقة جبلية في لوديا واتطرد كمان منها، وفضل يدور على أرض تقويه هو وأصحابه لحد ما عرف يسكن أرض عروسه، بس قصة جوازه كانت عاملة زي حواديت ألف ليلة وليلة. طيب احكي لنا يا هدهد، إزاي بلوبوس اتجوز؟ اسمعي يا ست غدير، كان في ملك اسمه أونو مايس، كان بيحكم مناطق بيزا وإليس، واتقال إنه ابن واحد من الآلهة، وخلف ثلاث ولاد وبنت اسمها هيبوداميا، وكان أونو مايس بيحب يربي الخيول وخصوصا خيول السباع، واتقال عنه انه كان شاطر قوي في سباق العجلات، وكان مرتبط ببنته ارتباط شديد ومش عايز يجوزها علشان ما تبعدش عنه، ده غير النبوءة اللي اتقالت له ان نهايته هتكون على ايد جوز بنته. يعني على كده بقى كان بيرفض اي عريس يتقدم لها؟ مش بالظبط يا بكير، هو حط شرط لأي عريس يتقدم لها، وكان الشرط ده عبارة عن مسابقة لازم العريس يكسبها. مسابقة ايه دي يا هدهد؟ لازم العريس يسابق والدها الملك أونو مايس في سباق عربيات الخيول ويسبقه، ولو قدر يسبقه هيتجوز بنته، ولو ما قدرش هيموت. يعني يا هدهد كان بيقتلهم لما يخسروا السباق ولا بيعمل ايه؟ ما كانش بيقول لهم انه هيقتلهم، لكن هم كانوا عارفين مصيرهم ايه. ما تحكي بقى يا عم الهدهد ازاي المسابقة دي كانت بتتم. بص يا سيدي، اول حاجة السباق كان بيبتدي من قصر الملك أونو مايس من بلده بيزا الموجودة على نهر إليوس قدام أولمبيا، والسباق كان طويل جدا وبينتهي عند معبد بوسايدون اللي موجود على مضيق كورنثا. كل عجلة متسابق بيجرها اتنين من الخيول، وكان الملك بيخلي بنته هيبو داميا تقف جنب العريس اللي بتقدم لها على العجلة وتفضل معاه لحد نهاية السباق. طب ما هو شكله ملك سبور اهو، وعمال تقول انه غيور على بنته وكلام من ده. سبور ايه بس يا عم نادر، الملك كان بيخلي بنته تقف جنب عريسها علشان عارف انها هتشد انتباهه وتشغله عن السباق، وساعتها هيخسر. يعني هيخسر؟ شكله كان ملك حويط قوي ومش سهل. ايوه، امال انت فاكر ايه؟ وكمان يا بكير
كان بيخلي العريس ده يبدأ السباق قبله بنص ساعة علشان يغريب السباق ويديله الأمل إنه هيكسبه ويطمن. وأول لما السباق يبتدي الملك كان بيروح معبد زيوس الموجود في أولمبيا ويدعي الإله زيوس إنه ينتصر على المنافس بتاعه ويذبح له حمل قربان ليه. وبعدين يا هدهد، إيه اللي بيحصل بعد ما بتعدي النص ساعة والعريس يسبق؟ إزاي الملك بيحصله ويسبقه في الآخر؟ الملك أولمايس اختار قائد شاطر جدا علشان يقود العربة بتاعته، كان اسمه مورتينوس. وكمان خيول العربة دي بيقولوا ان الاله أرس اله الحرب ادهم له وقت ميلاده، والخيول دي كانت اسرع من الرياح وتقال عنهم كلام كتير انهم اروع خيول عرفها الاغريق على مر الزمن. كده بانت يا هدو، سواق شاطر وخيول سريعة مع الملك اكيد هيكسب، غير طبعا العروسة اللي قاعدة جنب العريس عشان تشغله. بالضبط يا الملك أولمايس كان بيسبق المنافس بتاعه وفي الاخر بيطلق عليهم سهم من حربته السامة بتموته في الحال ويرجع بنته جنبه من تاني. وفضل الملك يكسب عريس ورا التاني لحد ما بقوا 13 عريس من اشجع امراء الريق، وكان بيعلق رؤوسهم على بوابات قصره وبيرمي جثثهم على الارض بشكل مهين جدا لحد ما الجثث عمل شكل كومة مخيف، غير انه اوقات كتير كان بيدبح خيولهم كمان. ايه الراجل ده حرام عليه يتقال انه انسان اللي يفكر بالطريقه دي. 13 عريس، اكيد كان عامل رعب للي حواليه. واي رعب يا نادر فعلا، بمجرد اي حد بينطق اسمه كان بيحصل له حاله من الرعب وبقى رمز للقسوه والوحشيه، ومحدش بقى يفكر يتقدم لبنته بتاتا لحد ما بنته نفسها كرهته. وكان ملك مغرور باقصى درجه وقال انه هيبني معبد على جماجم المنافسين ليه. طيب يا هدهد، هو الملك ده ما لقاش حد يقف له ويخلص الناس من عمايله؟ الالهه يا بكير هم اللي قرروا يقفوله علشان يحطوا حد لغروره ويكون عبره لكل معتبر واي حد يفكر زيه. عملوا ايه يا هدهد الهه الاولمبس؟ بعتوا له بلوبوس ابن تنتالوس بعد ما جمعوا جسمه من تاني ورجع للحياه. طيب بلوبوس ما كانش خايف من الملك اولمايس؟ طبعا كان خايف يا بكير، بس هو صمم يتحدى شعور الخوف ده ويكسب الملك، وقام بده في شكل خطوات. اول حاجه راح يقدم القرابين لمعبد الاله بوسيدون في مدينه إليس، ودعانه وطلب منه يمنحه حاجه من حاجتين، يا اما يديله خيول اسرع من خيول الملك أولمايس او يحطم حربته علشان ما تموتهمش في نهايه السباق. طب وعلى كده دعوته استجابت يا هدهد؟ ايوه يا نادر استجابت طبعا، والاله بوسيدون اداله اسرع عجله سباق عرفها الاغريق، عربيه مجنحه بتسبق الريح وبتقدر تجري على سطح الميه من غير ما عجلها يتبل، ده غير الخيول المجنحه اللي ما بتتعبش ابدا ولا بيغلبها مرض ولا شيخوخة. كده المنافسة بين بلوبوس وبين الملك أولمايس بقت متكافئة. احكي لنا يا هدهد، ايه اللي حصل بينهم في السباق؟ لما انطلق بلوبوس بعجلته ان تسبق الريح وصل لجبل سيبونوس وراح لمعبد فينوس وقدم لها قربان وطلب منها انها تساعده وتخلي يجيبوا دمية تحب علشان تساعده ان ينتصر على باباها. وفعلا فينوس خلت كيوبيد ابنها يرمي سهم الحب في قلب هيبودامي. وبعدين يا هدو، بعد ما البنت حبته عمل ايه وكمل السباق ازاي؟ لسه السبق ما كانش ابتدى يا بكير، هو بس كان بيستعد للسبق كويس. بعدها انطلق بعجلته ناحيه بحر ايجا وكان معاه قائد شاطر قوي
اسمه كيلوس، ولما الاتنين قربوا ناحية الجزيرة لسبوس كيلوس مات وما قدرش قلبه يتحمل السرعة دي كلها، وقضى بلبس الليل هناك. وهو نايم شاف سبح صاحبه حزين انه مش هيقدر يكمل السباق ويحتفل معاه بالنصر. كل ده والسباق ما ابتداش يهدهد؟ طيب هيبتدي امتى؟ الطريق كان طويل يا نادر، ولازم اي سباق مهم يتم الاستعداد ليه كويس. المهم تاني يوم بلبس جاب جثة صاحبه وتلع عليها الصلوات وحرقها زي عادة اليونانيين زمان، وعمل له نصب تذكاري، وعمل جنبه كمان محراب مقدس للإله أبولو، وقاد عربيته المرة دي لحد ما وصل بيزا عند قصر الملك، وهنا ابتدى السباق. أخيرا وصل. طيب قول لنا عمل إيه هناك؟ سؤال الحلقة 105: كم أمير تسابق معه الملك أونومايوس قبل بلوبوس؟ 12 13 14. ترسل الإجابات الصحيحة على إيميل هيئة تنشيط السياحة eta.awareness@egypt.travel. الإيميل بالتفصيل eta.awareness@egypt.travel. مغامرات غدير وبكير. مغامرات غدير وبكير. الموسيقى إهداء دكتور رامي مصطفى. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض. الإخراج سعدي حسين.